رئيس الوزراء وقف قدام التصريحات قال لك انا اسف ان انا اقول كان عندنا منظومه خاصه بالافراجات والصادرات والواردات وغيره عقيمه. خلي بالك كلمه عقيمه انه اللي هو بتعطل ايه؟ مصالح الناس. انه المركب اللي جاي رئيس الوزراء قاعد يشرح لك ببساطه انه المركب تيجي وتاخد منها عينه تروح دمياط او تنزل القاهره وخد بقى كام يوم او يومين، قال لك احيانا بتوصل 3 أسابيع عشان تعمل فحص على شحنه عشان تقول الشحنه دي تدخل او ما تلزمنيش. خلي بالكوا ده بيبقى فلوس على البضائع اللي موجوده، ارضيات بتدفع، تعطيل للمراكب اللي جايه، تعطيل لحركتك كمان. يعني ما تيجي النهارده لما تيجي تخلص النهارده بدل ما كل جهه يروح لها عشان تتابع، ما هو انت ما تقدرش تدخل شحن الا لو كل الجهات لازم تقول اه او لا. وكل هذه الجهات كل جهة لها قانون خاص بيها. يعني مثلا اما تيجي تقول لي الزراعة حجر الصحي الحجر الزراعي مش عارف بتوع اللي مش عارف اللي هنا اللي اجراءات كتيرة في الاخر اجراءات معقدة زي حاجات كتير. وانت النهاردة لما كنت عشان تيجي من اسوان ولا تيجي من سوهاج تروح مجمع التحرير عشان تختم ورقة، هو دي مش كانت حاجات عقيمة؟ كانت حاجات عقيمة. طب النهاردة ده موجود؟ باجي من سوهاج عشان اختم ورقه في التحرير، ما بقاش تحرير موجود، ما بقاش مجمع تحرير موجود، خلاص بقى النهارده بتشتغل حكومه الكترونيه شغالين عليها لحد ما نوصل تبقى كل حاجه الكترونيه، ما بقاش عندنا مشكله في ده. فالنهارده انت عملت كل الناس كل الجهات اللي هي 12 جهه 13 40 30 ده احيانا كان يبقى عندك 30 32 جهه تدي موافقه على حاجه 32 جهه انت طيب 20 جهة. جايز ناس تقول لك 32 كتير، 20 يا سيدي. يديك موافقة، أنت متخيل عشان تاخد ورقة أنت مستورد. مستورد. فلازم تمر بكل هذه المراحل عشان تدخل البضاعة بتاعتك اللي جاية. وقت قد إيه؟ وممكن تلاقي ده وما تلاقيهوش. وأنا بقول لك ده أنا بكلمك حاجة واحدة. لو أنت جايب قمح. ما هو في مستوردين قطاع خاص قمح، مش الحكومه بس بتستورد التموين، هي السلع، لا في قمح مستورد قطاع خاص. طيب جايب اي سلح اي حاجه. جايب حتى لعب اطفال من الصين لما كانت تيجي ويدفع فيها في الدولارات قد كده. لازم تاخد موافقه. هنا هنا ويروح يعاين وحد تاني بعديه وحد تاني. عملية كانت مرهقة مرهقة حتى للموظفين حتى لجهات الدولة المختلفة. عملت ايه النهاردة؟ ما هو ده تغير الفكر، ان انت عايز تسهل، اسهل حالي واسهل حال الناس ووفر عليا كمان. ودي كمان بدل ما يدخل عندي سفينة واحدة يدخل عندي 20 و30 و40 و100 و200 و400 و1000 سفينة. ما انت كل ما سألت الاجراءات السفن بتجيلك والناس بتجيلك والحاجات بتجيلك. فجمعت الناس دي كلها في مبنى واحد. هوريه لكم المبنى ده. في مبنى واحد دخل رئيس الوزراء النهارده مع الدكتور محمد معيط وزير الماليه. قدامكم ده المبنى. ده المبنى، ده المبنى المطور. المبنى ده اللي فيه الخدمه اللي بيطلقوا عليها منصه للنافذه. منصه نافذه، منصه موحده للتجاره الخارجيه. دي بتشتغل قدام حضرتك رئيس الوزراء هيدخل اهو عشان تشوف اللي شغالين جميع جهات البلد اللي هي كانت قبل كده كل واحد قاعد في مكان لوحده. النهارده تمت اهو دخل رئيس الوزراء معاه اعتقد المسؤول عن هذا المكان والدكتور محمد معيط اللي هو تابع لوزاره الماليه. دكتور معيط رئيس الوزراء طبعا بيتكلم مع الناس وبيشوف مع الناس ايه الحكايه. وانتوا النهارده وانت قاعد بتشوف المنظومه ديت، المنظومه دي نافذه قدام حضرتك اهو، اجراءات الوارد في المكان ده بتاخد، وطبعا بيستمع لشرح حوالين التطبيق اللي بيتم في هذه المنظومه الموحده قدام حضراتكم. ادي الجهات كلها. اقف هنا يوسف لو سمحت، ارجع ارجع معلش، ارجع ارجع للمجموعه اللي كانت قاعده دي، ارجع بس عشان نشرح الفكره نفسها. الفكره نفسها كانت عباره عن ايه؟ دي اللي قدام حضراتكم دول، الجهات ديت ممثله لكل الجهات اللي كانت لها، كل جهه من دول كان لها مبنى لوحده. فانت عشان تعمل افراج او تاخد موافقه على
اي حاجه جايه لك لازم تروح لواحد من دول في مكانه. النهارده جمعت كل دول في مكان واحد، فيبقى جنبك بتاع الزراعه مثلا، بتاع الصناعه مثلا، بتاع التموين مثلا، انا بدي مثل يعني، بتاع الجمارك مثلا، بتاع مش عارف ايه، يعني الجهات المختلفه، جهات اخرى، وفي جهات اخرى تانية معاهم. فكل واحد النهارده ما بقاش استنى، لا حضرتك اتفضل تعالوا خد الموافقات دلوقتي، او ندي تسهيل للناس، وبالتالي يبقى عدد، اولا عدد موظفين اقل، بنتبع نظام موحد، بنرد على الطلبات بتاعتنا الكترونيا، يعني كل حاجة الكتروني في هذا المكان وفي هذه المنظومة، بتوفر اللي هي طبعا. بالمناسبة وزير مالية النهاردة كان بيشرح ان مصر تعد من اول الدول اللي طبقت هذا الامر، وهذا الاجراء هو تسهيل لحركة التجارة الداخلية والخارجية، وقال لك ان احنا بنخفض زمن الافراج وبنسهل اجراءات على مجتمع الاعمال، خاصة مع الواردات ومستلزمات الانتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية. وبالتالي الدكتورة منى ناصر شرحت للمنصة اللي هي النافذة الواحدة، وقالت ان هي بتغطي 96% من واردات مصر، النافذة اللي قدامكم او المنظومة اللي قدام حضراتكم، من خلال 13 مركز لوجستي، يعني في مراكز موجودة في القاهرة، في اسكندرية، شرق وغرب بورسعيد، بورتوفيق، السخنة، الدخيلة، دمياط، سفاجة، نويبع، اسماعيلية، اسوان، والمركز اللوجستي لكبار العملاء في القاهرة. قالت ان كل دول مرتبطين ربط الكتروني، مش محتاج ان انا اروح الغردقة عشان اخد اعمل ورقة، مش محتاج اروح السخنة عشان اخد ورقة، او اسوان عشان اخلص ورقة، كل دول طلباتهم الكترونية هنا هو مرتبطين 13 مركز مع هذا المركز اللوجستي، مرتبط مع كل المنافس الجمركية اللي موجودة. وبالتالي ان انت بتعمل تحول نوعي استراتيجي كمنطقة لوجستية عالمية متطورة، بتستخدم وتوظف التكنولوجيا بالطريقة الامثل، وهنا بتعظم الاستفادة من موقعك الجغرافي، وبتنتقل ايضا من بدل ما كان يبقى عندنا ورق، كان عندنا دايما مشكلة ايه؟ ورق، هات الورقة، خد الورقة، رئيس الوزراء كان بيقول لك المانيفيستو هو ورقة، يعني بتروح بده بتلف على هنا وهنا وانتظر بقى دورك، وانتظر ان شاء الله، وشغل الورق ده ما كانش بيخلص حاجة. النهاردة بقى كله الكتروني، يعني في حوكمة، مسألة الكترونية، وبالتالي تقدر يعني تحقق عندك دايما بيكون في مؤشرات دولية مهمة لازم عارفينها، التنافسية العالمية، ممارسة الأعمال، بيئة الاقتصاد الكلي. ثلاث حاجات دول انت بتحاول النهاردة بتحققهم من خلال، اولا بيكون في دعم فني فوري تتعامل مع العقبات اللي بتواجهك او بتواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية مثلا، فلازم تواجهها، بتخصص شباك لكل مشكلات اللوجستية في منظومة نافذة، بيبقى عندك انتوا عندكم مشاكل، طب ادي مكان خاص بالكلام ده، عندك موظفين النهاردة مدربين مؤهلين يتعاملوا على مدار الساعة مع المنظومة، وعندهم ناس مدربين وناس عندهم لغات، عنده طبعا اللغة العربية ولغات أجنبية كمان لازم يكونوا موجودين يتعامل مع يعني مستويات مختلفة من بيتعاملوا مع هذه المنظومة، انك بتتوسع في اجهزه الفحص بالاشعه في جميع المنافذ الجمركيه عشان مساله احكام الرقابه، والامر الاخر انت بتساعد الناس على ايضا وبتسهل حركه الصادرات والواردات من والى المنافذ والموانئ المصريه. ده جزء مهم جدا وحوكمه، وايضا ده بيكون ليه دور كبير جدا على العمل وعلى المشروعات اللي الدوله بتشتغل عليها النهارده. انت عايز تعمل كل حاجه الكتروني، عايز تخلص مصالح الناس بسرعه، مش عايز تشتكي. الناس بتقول لك ايه؟ عندنا بضائع مكدسه في الموانئ مثلا، انت مش عايز بضائع مكدسه. عندي مشكله في بعض الحاجات، انت مش عايز مشكله لبعض الحاجات. انا عايز الحاجات الاستراتيجيه كلها تبقى موجوده، تبقى عندي، تبقى داخله عندي بمنتهى السهوله، وحتى لو مش وبالتالي انت النهارده بتغير منظومه كبيره جدا. اي تعقيدات تتعلق زي ما قال عليها رئيس الوزراء، كان عندنا منظومه عقيمه، انت النهارده بتكسر في المنظومات العقيمه اللي كانت بتعطل حركه كبيره جدا تتعلق بينا سواء صادر او وارد. كل ده انت النهارده بتحاول تقلل
من الايام. رئيس الوزراء ادى لحضراتكم قال عندنا كان بيبقى 21 يوم، طب في الدول كام؟ 3 ايام. انت عايز توصل لهذا الرقم لعدة ايام، ميبقاش عندي 3 اسابيع عشان تخلص طلب. طلب رئيس الوزراء ما بيتكلمش على كل حاجه، بيتكلم على الطلب الواحد. كان بياخد عندنا في منظومات العقيمه التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي الزمان 3 اسابيع، وعلى فكره كان حاجات اكتر من كده، وحاجات اكتر من كده بكتير، لكن في الاخر هي منظومه عقيمه. طب انت النهارده عملت ايه؟ بتعمل منظومه حديثه عايز توصل زي العالم، زي ما وانقل العالم. انا بجمع كل حاجه في مكان واحد 3 ايام مش اكتر من كده، بسهل على الناس وحركتهم وحياتهم، وبالتالي النهارده تقدر تحقق، تشهد الموانئ المصريه تطور كبير جدا، وهو الذي يريده الرئيس. الرئيس عايز ايه النهارده؟ الرئيس عايز ايه النهارده؟ عايز كل حاجه تتعمل صح، عايز كل حاجه زي ما يقول الكتاب، عايز زي ما بيقول الكتاب، زي ما بيقول الكتاب. امبارح الفريق كامل الوزير قال لنا ايه؟ الرئيس احلموا تاني، احلموا. ليه ما بتحلموش؟ قال لنا كده سياده الوزير كامل امبارح في المداخله، ان الرئيس بيقول لهم احلموا. طب حقق احلامك. طب ما هو من احلامي ده، من احلام الناس، من احلام الناس اللي كانت بتتعذب في المواني في بعض الفترات، او في الجمارك في بعض الفترات. النهارده طيب بتسهله النهارده، هو ده جزء من الاحلام، جزء من الاحلام. هو المستورد عايز ايه؟ او اللي بيصدر او اللي بيستورد عايز ايه؟ عايز اخلص حاجتي بسرعه، عندي منظومه النهارده ما تبقاش منظومه بتضايق بتتعبني. طب في بعض الحاجات كانت ممكن في المواني بتبوظ اتركنت، طب ما ليها تاريخ صلاحيه، طب مين اللي بيتحمل ده لما حاجه النهارده تتعرض لفساد، فساد في الحاجات مش فساد اخر يعني، لما اي سلعه ليها تاريخ صلاحيه، طب تاريخ الصلاحيه ده، طب القاعده المقدسه ديت ما هو من تاريخ الصلاحيه بتاعها، طب ما انا عايز الحاجه تدخل او تخرج هنا او هنا الاثنين ده او ده، يبقى عندك منظومه بتسهل الحركه، حركه التجاره الداخليه والخارجيه الاثنين تسهل لهم من خلال هذه المنظومه اللي كان في حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كنا مع سيادته في ميناء الاسكندريه العام الماضي، انه المنظومه دي كان واحده من المنظومات اللي بيتكلم عليها، سهوله الافراجات وسهوله الاجراءات، وانه ما فيش حاجه تدخل الا وعندنا السلامه الغذائيه، هيئه السلامه الغذائيه. طالما حاجه تتعلق بالناس يبقى كل حاجه هيئه السلامه الغذائيه. انتوا عارفين هيئه السلامه الغذائيه كانوا بيعملوا ايه؟ سلعه جايه لك مستوردينها، اكل، غذاء، اكل، بياخدوا عينه منها من ناء اسكندريه مثلا، واجي هنا المعامل المركزيه في القاهره، خد يوم، ما هو يوم، ادي يوم اهو، وجيت المعامل خلصوا شغل هيبداوا فيها بكره، ياخدوا العينه سلموها ان شاء الله بكره، نبدا بكره وعليك خير. وبعدين بعد ما يدوكوا العينه خد النتيجه، هل النتيجه بتطلع على طول؟ ما اعرفش، تطلع بعد ساعه، بعد اتنين، بعد اربعه، تاني يوم، تالت يوم، ما اعرفش. اي ما تطلع ما ناخد ايه النتيجه؟ اهي خدت النتيجه من المعامل المركزيه. انا بكلمك على حاجه محدده يعني، بناخدها من هنا نرجع بيها فين؟ اسكندريه، عشان نقول لهم ادي النتيجه. تاخد النتيجه، بعد ما وصلت النتيجه ابدا بقى الاجراءات حضرتك اللي هي ايه؟ الجهات المختلفه، عمليه الافراج عن الشحنه دي. خد بقى اللي رئيس الوزراء اتكلم عليها، 12 جهه ولا 30 ولا 40، ابدا بقى المرحله التاريخيه. النهارده ما بقاش عندك كده، النهارده بقى عندك تخلص منظومه موحده، كل الجهات قاعده في مكان واحد، مكان واحد، لا هتروح هنا ولا تروح هنا. طيب انا عايز معامل مركزيه، معامل مركزيه وقايه معاك على الكتروني، عايز اسوان معاك الكتروني، محتاج اروح اسوان؟ لا. اروح الغردقه؟ لا. دمياط؟ لا مش محتاج. السلوم؟ لا مش محتاج. كله النهارده مرتبط، وعشان كده ده اللي الدوله عايزاه، ده اللي الرئيس عايز يعمله، او الرئيس بيعمله، مش عايز اللي بيعمله النهارده. بتكسر طبعا منظومات قديمه جدا، بتكسر حاجات كتيره جدا، وانت في الاخر عايز هذه المناطق توفر جميع الخدمات اللوجستيه، و و و و وبالتالي انه يكون عندك خدمات القيمه المضافه. انت عايز ده، انت بتعمل بنيه تحتيه، بنيه اساسيه، وانه مصر يكون عندها الكلام ده بشكل واضح، وخطه التطوير الشامله في قطاع النقل البحري اللي كان بيكلمنا امبارح جزء منه الفريق قيام الوزير، قطاع النقل البحري والموانئ المصريه، ان انت عشان تحقق الهدف اللي الرئيس عايزه، الرئيس بيشتغل عليه النهارده، الرئيس بيشتغل عليه النهارده، بيشتغل على ايه؟ ان تصبح مصر
مركز عالمي للتجارة واللوجستيات. ده اللي هيجيب لحضراتكم، اللي يجيب للدولة المليارات الدولارات. لو انت بتتكلم عايز مليارات، ده لما انت تعمله بالشكل اللائق والشكل اللي هو متطور، بتعمل أرصفة أطول، بتعمل أعماق أكتر في البحر، وبالتالي تقدر تستقبل أكبر عدد من السفن، تستقبل أكبر عدد من الحاويات. هو ده الشغل اللي الدولة، اللي الرئيس عايزه، مركز للتجارة العالمية، حركة كبيرة لاستقبال للتجارة العالمية. يكون عندك تستقبل أكبر العدد من أطوال السفن، وبالتالي يكون عندك الأرصفة، القاطرات الحديثة اللي تستقبلها، المواني المختلفة، والدولة بتشتغل عليك. كان عند حضرتك